تستعد المحافظة الشمالية في مملكة البحرين لاعتمادها محافظة صحية في ظل حرصها المتواصل خلال الفترة الماضية على تطبيق المعايير المطلوبة لهذا الاعتماد من قبل منظمة الصحة العالمية. ويأتي ذلك بعد حصول عدد من المدن في مملكة البحرين على اعتماد منظمة الصحة العالمية كمدن صحية، ومنها المنامة وأم الحصم والبستين وغيرها. مشروع المدن الصحية مشروع حضاري مرتبط بالمسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم، وقصة نجاح فريق البحرين برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث دأبت كافة محافظات المملكة على السير بخطى ثابتة نحو تنفيذ برنامج المدن الصحية. برنامج المدن الصحية هو بمثابة حركة ديناميكية ومنصة للتعاون بين القطاعات المختلفة تحت القيادة والالتزام على مستوى المدينة وإنشاء هياكل تنظيمية لتنفيذ العمليات وصياغة رؤية مشتركة للمدينة، مع التركيز على تنمية الصحة العامة لبناء شبكات وشراكات في إطار البرنامج، كما ويمثل التزاما من قبل المجتمع الحضري بتحسين صحة سكانه من خلال التنمية المستدامة. وخلال السنوات الماضية أصبحت بعض المدن مدرجة ضمن برنامج المدن الصحية، الأمر الذي جعل من مملكة البحرين نموذجا يحتذى به في مجال الصحة للجميع وبالجميع، حيث تميزت مملكة البحرين بإعلان منظمة الصحة العالمية المنامة مدينة صحية كأول عاصمة في إقليم شرق المتوسط، وسبق ذلك اعتماد مدينة أم الحصم كأول مدينة صحية في المملكة، وتبعتها مدن أخرى مثل عالي والبستين. ومن المدن الصحية إلى الجامعات الصحية، حيث تميزت مملكة البحرين في برنامج الجامعات الصحية من خلال حصول 5 جامعات على لقب الجامعات الصحية في وقت واحد في شهر يناير الماضي، وبذلك تنضم الجامعات إلى شبكة الجامعات الصحية، وهي المرة الأولى التي يشهدها إقليم شرق المتوسط. وكل ذلك برهان على ما تتميز به مملكة البحرين من بنية تحتية صحية متينة وكوادر مؤهلة تسهم في ترسيخ مكانتها وموقعها في هذا القطاع الهام.